المسيرة دي برضو كابتن عامر، يعني إلى أي درجة كان موسيماني موفق في التعامل مع بند الغيابات الكتير اللي عانى منها الفريق في الفترة الأخيرة، وبرضو فيما يتعلق بمسألة تدوير اللعيبة؟ أيوة، لا لا، هو بصراحة يعني اللي ما دايما بيقول لك الشجرة المثمرة هي الناس بتحذفها بالطوب. هو ماشي كويس وعامل روتيشن مع اللعيبة بشكل كبير جدا. اللعيبة اللي أعيروها بره ورجعت، أكرم توفيق على ناصر ماهر، على يعني كلهم، محمد شريف النهارده، هم اعمده اساسيه في 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 في, في الفريق طبعا. يعني عندنا يعني ناصر ماهر من اللعيبه، يعني انا بقول لحضرتك اهوت، وافتكر الكلام دوت، لو اتحط مكان قفشه واتساب في الملعب 4 5 ماتشات هتشوف ناصر ماهر ده بيعمل ايه. ناصر ماهر عنده امكانيات رهيبه، انا عارفه، لان هو ده ابني من اولادي، لان انا كنت ماسك رئيس قطاع الناشئين في 2011، فانا عارف كويس، فده من اللعيبه الهايله. فهو بيعمل روتيشن، وناصر ماهر بياخد على فترات، اكرم توفيق بياخد على فترات، وعندك اكرم توفيق بيستخدمه في كام مركز. ما هو برضه هنا موسيماني من الحاجات اللي مساعداه ان هو عنده لعيبه بتلعب في اكتر من مركز في الملعب. بس في نفس الوقت برضه كابتن عامر، مش بتبقى المهمه صعبه شويه لما يكون في تدوير كتير نتيجه ان ده الامر الواقع وفي غيابات؟ ما هو هيعمل ايه؟ لا انا قصدي اقول لك ان ده مش بيأثر على الهارموني اللي ما بين اللعيبه. بيأثر اكيد 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 بيأثر، والناس بتهاجم موسيماني في بعض المباريات، ان المباراه ما فيش اداء جيد، ما فيش اداء حلو، ما بنستمتعش بالاداء. ما هو ده بسبب ان اللي بيأثر على الانسجام والهارموني بين اللعيبه والربط بين اللعيبه، ان انت اللعيب ما بيلعبش جنب اللعيب 10 ماتشات ورا بعض. صحيح. يا دوب ماتشين وتلاقي اللعيب واحد منهم طبعا فلت باصابه بمرض كده، دخل معاه لعيب تاني على بال ما بالرغم ان هم طبعا بيتمرنوا على حاجه واحده، وكل واحد كل لعيب بينزل يكمل اللي بيأديه زميله. بس برضه بيبقى في كيمياء كده بين اللعيبه، بتلاقي ان في وان تو هات كده معينه بين لعيبه معينه، ده بنفقده بطبيعه الحال. لا هو في يعني لما بتشوف في حالات كتيره قوي، محمد شريف ده ان تايم وهو بيتحرك بتلاقي قفشه حاططها له في طبعا، خاصه ان محمد شريف سريع وبيحب المساحات اللي بتحط له الكره، بتحط له في مساحات، وقفشه من الناس اللي بيعرف يخلق المساحات دي. وقفشه بيعرف يخلق المساحات لانه دايما دماغه فوق، ما بيمسك الكوره او بيحط رجله على الكوره بيبقى كشف الملعب وعارف هو، مسبقا طبعا كمان يعني قبل الكوره وهي جايه له بيبقى عارف شريف فين حته وهيجري فين. طبعا. صلاح محسن لو التايمنج يعني بيبقى دايما، ما هو التايم بالثانيه يعني مهم جدا التايمنج طبعا، لان هو بيحطها في التايم المظبوط. صحيح. بحيث ان اللعيب يبقى رايح بوشه والمدافع بيبقى على بال ما يلف يكون طبعا اللعيب راح وبيجيب الهدف. ففي ربط بين اللعيبه وبعضها في الملعب كتيره قوي، يعني خاصه قفشه والخط الامامي. الى اي درجه من المهم ان احنا نحسم الامر من ماتش الذهاب وفي قلب ملعب رادس؟ فكرك هتتحسم من هناك ولا هنضطر برضو نستنى وحاطين ايدينا على قلوبنا؟ ان شاء الله هنحسمه من هناك، لان هم عاوزين يحسموا الامر. وطبيعي. المباراه هتبقى مفتوحه يعني مفيش حد هيبقى متحفظ. وان كان بقول ان موسيماني ممكن يبقى في 3 في نص الملعب يأمنوا بشكل كبير، او بيلعب بالطريقه اللي هو بيلعبها، انه يبقى في ديفندرين ومن قدامهم قفشه ومن قدامهم الثلاثه اللي بيلعبوا قدام. طب ليه ما يحصلش العكس؟ ليه ما نتفرجش كلنا، وخصوصا على شوط اول الفرقتين فيه مقفلين ومتربسين وجايبين ظروفها تحسما، وده هيحصل، اختراق مش متوقع. ده هيحصل لان الفرقتين ده ديربي، والفرقتين كل واحد عاوز يجس نبض الثاني، وده هيحصل في خاصة ممكن في الثلث ساعة الأولانية 25 دقيقة الأولانية، إن محدش هيجازف خالص وهيبقى كله محرص. لكن أنا شايف إن إحنا هنقدر إن إحنا نخطف جول أو اتنين في الماتش ده.
هو الخوف لو العكس اللي حصل، لو هم اللي عرفوا يخطفوا جول وخصوصا في الشوط الاول، وارد. وبعدين شمال افريقيا زي ما حضرتك ادرى مني اكيد مليون مره، لما بيجيبوا جول بيرقدوا عليه وبيقفلوا الدنيا تمام. وارد، بس الترجي مش هو الترجي بتاع زمان. يعني لو انت لو هتخش على صفحه الترجي هتلاقي انهم بينادوا انهم يجيبوا لعيبه، خمسه لعيبه ولا سته لعيبه، عايزين يدعموا كل صفوفهم بلعيبه اجانب ولعيبه في المنتخب التونسي بتلعب في فرق اخرى، ويعني ما هوش مش هو الترجي بتاع زمان. لكن هم كمان عندهم الكعباله في اللي حصلت من حوالي اسبوعين، لما عندهم خمس لعيبه، برضو كنا بنتكلم تقريبا امبارح في النقطه دي، عندهم خمس لعيبه ثلاثه منهم جزائريين، يعني عملوا مشكله في الفتره الاخيره وبلبله كده، احنا عايزين خلي بالك يا اما نظبط عقودنا يا اما نفسخها ودلوقتي خلي بالك عشان ممكن عندهم مستحضرات متاخره. ممكن تكون دي زي الحرب النفسيه. ممكن ما اصلا الموضوع ده ملوش اي اساس فعلا، ممكن عشان انت ده تقول ده الفرقه مفككه، ده الفرقه مش عارف ايه، تبقى انت مهيئ ان انت رايح على فرقه تعبانه وتلاقيهم واقفين على حيلهم ويكسبوك. الله، يعني الخطه مش بس بتبقى محطوطه للملعب، لا لا ده ابدا ده شغل عالي يا كابتن. خلي بالك ده يعني ده يعني برضو الانديه دي عارفه، الانديه دي انديه بطوله، ما همش يعني لو حصل عندنا ممكن يحصل عندنا هنا في النادي الاهلي الكلام ده؟ لا طبعا مش هيحصل، لان طبعا سيد عبد الحفيظ اداره النادي الاهلي الخطيب مجلس الاداره هيبقى يعني عنده هيفطن لهذا الامر، ولازم يبقى كل واحد ماخد مستحقاته واللعيبه عندها راحه نفسيه انها تؤدي بحيث انها ترجع بالبطوله. والحقيقه دي من عناصر القوه في اداره النادي الاهلي لكافه الامور المتعلقه بالفريق الاول.